مع انعدام فرص العمل في مخيم الركبان الواقع في البادية السورية والمحاصر من قبل قوات النظام وروسيا والميليشيات الإيرانية، تم افتتاح معهد ومشغل للخياطة تابع لمكتب المرأة بهدف إيجاد فرص عمل لنساء المخيم تعينهم على كسب لقمة عيشهم. المزيد في هذا التقرير. هنا مخيم الركبان، حيث تحاصر روسيا وقوات النظام والميليشيات الإيرانية قاطنيه منذ 4 سنوات بهدف إركاعهم وإعادتهم قسراً إلى مناطق سيطرة النظام وأفرعه الأمنية. قاطنو المخيم يرفضون الاستسلام ويحاولون البحث عن حياة داخل حصار مميت. وهنا يتم افتتاح معهد ومشغل للخياطة تابعا لمكتب المرأة لتأمين فرص عمل خاصة بالنساء. فتحنا المكتب كأول، يعني كأول شيء نفتح للمرأة بالمخيم، أول عمل نقوم به، وكان إقبال كتير بالمخيم من قبل السيدات على هالمكتب. بلشنا تعلمهن يعني مبادئ الصوف والخياطة الأساسية مثل السنارة، تعليم القطبة الأساسية بالسنارة وعلى السنارتين كمان، ومبادئ خياطة أول بأول. افتتح المعهد منذ نحو شهر تقريبا، ترتاده 130 امرأة ممن يريدن تعلم مهنة الخياطة، وهو مخدم بعدد من المعدات وآلات الخياطة، إضافة إلى وجود باص لنقل النساء. فالمخيم يقع على مساحة شاسعة ومترامية الأطراف في البادية السورية وعلى مقربة من قاعدة التنفأ العسكرية. نحن هون مكتب المرأة لتعليم السيدات وتعليم الصبايا اللي فتحن قطار التعليم. علمناهن أول شيء القطبة، تعدية الإبري، في بنات كثير ما كانت تعرف تعدي الإبري، علمناهن تعدية الإبري وأول القطب، وعلمناهن الحبكي، وعلمناهن الزر والعروي. والحمد لله هلق بدينا إن شاء الله بعد العيد نبدأ بالدرزي، وعلمناهن شلون يعدن الإبري عن ماكينة. نحن هاي أول بداية، الحمد لله أول بداية تعلمناها للصبايا، وأول يعني أول مرة بيفتح المشغل هون. في ظل الفقر المستشري والحصار شبه الكامل، يجترح النازحون السوريون الممكن من المستحيل، ويبحثون عن حياة تعينهم على الاستمرار رغم الظروف الصعبة التي يعيشونها في مخيم الركبان الذي يقع في صحراء مقفرة، وفي وقت أصبح إدخال المساعدات لهذا المخيم غاية في الصعوبة بسبب الحصار المفروض عليهم منذ عام 2019. للحديث عن الوضع الاقتصادي والمعيشي في مناطق النظام السوري في ظل تفاقم معدلات الفقر، ينضم إلينا عبر سكايب من أنطاكيا المحلل السياسي السوري السيد رضا سطيف. سيد رضا، بداية مرحبا بك. بحسب الأمم المتحدة فإن السوريين يواجهون أزمات إنسانية، أزمات اقتصادية كبيرة جدا. إلى أي مدى ينسحب هذا التصريح على السوريين الموجودين داخل مناطق سيطرة النظام السوري؟ مساء الخير، أسعد الله أوقاتكم الجميع. كما ذكرتم في تقديمكم، وهذا الحال منذ 12 سنة منذ بداية الثورة، عمل النظام على تجويع السوريين والضغط عليهم في لقمة عيشهم، فكانت هذه النتيجة الاقتصادية والنتيجة المعيشية أننا أصبحنا ما يقارب 90% من السكان تحت خط الفقر بكل معنى الكلمة الحقيقي، وال10% هم طغمة هذا النظام وهم المجموعة الضيقة التي حول النظام، أما باقي الشعب فهم يعيش ضمن نطاق محدود من القوت اليومي، يعيش ضمن فرص عمل ضعيفة جدا. البعض يستطيع أن يؤمن لقمة عيشه، البعض الآخر يبات على كما نقولها في العامية على لحم بطنه، لا يجد ما يطعم أطفاله، لا يجد ثمن علبة الدواء. هذا ما وصل إليه النظام في سياسة التجويع التي اتبعها، غير سياسة الحصار التي اتبعها ضد المعارضين له. هؤلاء الموالين هكذا عيشتهم. طيب. هذا الحال والوقت. سيد رضا، ماذا يهدف النظام عندما يقوم بإلغاء الدعم؟ ماذا يهدف عندما يقوم بتنفيذ سياسة التجويع؟ ما هي أهدافه؟ سيدي الكريم، الدولار اليوم ما يقارب 9000 ليرة سورية،
وراتب الموظف الشهري ما يقارب 90,000 ليرة سورية، أو السقف الأعلى للرواتب لدى النظام ما يقارب 200,000 ليرة سورية، أي ما يقارب 20 لحد 25 دولار. هذه 25 دولار لو فرضنا السقف الأعلى لهذه الرواتب، ماذا ستفعل هذه 25,000 دولار؟ إذا كانت ربطة الخبز ما يقارب 2,000 ليرة، إذا كانت على مستوى الأساسيات في البيت الخضار، أي سلعة من الخضار ثمن الكيلو 5,000 ليرة سورية. لا يستطيع النظام تأمين مقومات الحياة للمواطنين، لا يستطيع تأمين المحروقات، لا يستطيع تأمين الكهرباء. ترك الأمر لهذا الشعب فليدبر مصيره بيده، هو غير مسؤول. هو هذا الحال، أنتم هكذا ستعيشون، من يعجبه الحال هكذا فليبقى، من لم يعجبه هذا الحال فليبحث عن بلد آخر. وهذا ما دفع غالبية السوريين إلى الهجرة واللجوء إلى البلاد الأوروبية أو غيرها. هل هو لا يستطيع فعلا عندما قام بإلغاء الدعم في شباط، هل هو لا يستطيع فعلا ذلك، أم أن له أهدافا أخرى تتجاوز موضوع التجويع؟ سيدي، النظام إن كان بقصد أو غير قصد هو غير مسؤول عن الشعب، هو مسؤول فقط عن حماية هذا النظام، عن حماية كرسي الحكم، عن حماية القصور، عن حماية مجموعاته كما ذكرت لك. هو غير مسؤول أبدا عن إطعام الشعب أو حماية الشعب، لا أبدا. مسؤولية النظام هو حماية النظام وفقط، حماية نفسه هو ومجموعته وثغرته. الكثير سيد رضا يتحدث الآن يعني من خلال يعني سواء المؤتمرات التي تنعقد أو التقارير التي تصدر، الكثير يتحدث عن ضرورة أن يعود السوريون إلى سوريا، إلى مناطقهم، إلى وطنهم، ولكن في ظل هذه الأجواء كيف يمكن للسوريين أن يعودوا إلى الجوع ويعودوا إلى الفقر ويعودوا إلى الأحوال المزرية وعدم الحماية وعدم الشعور بالمسؤولية تجاههم؟ كيف يعودوا إلى بلدانهم، إلى مناطقهم عفوا؟ والله يا سيدي، إما من يتكلم أو يطرح هذه الاقتراحات إما أعمى أو إنه يتعامى أو إنه يريد لهذا الشعب أو هذا البلد أن يكون هكذا. أين سيرجع السوريين؟ إلى أين؟ وكيف؟ من السوريين الموجودين لدى النظام يفعلون المستحيل حتى يستطيعوا الخروج، حتى يستطيعوا الذهاب إلى بلد يؤمنوا بها مستقبلهم، يحافظ بها على كرامتهم، يبحث بها عن عمل لأنفسهم ولمساعدة من تبقى لدى هذا النظام. هذا النظام من سلم من الجوع لن يسلم من بطشه ومن قتله. هذا النظام لا يتعامل مع مواطنين كمواطنين، ذكرت أنا عبر قناتكم الكريم الكثير من هذا الكلام. هذا النظام يتعامل معهم هم كعبيد في هذا البلد. أنتم ستعيشون بالطريقة التي أنا أحددها وكيف أنا أريد. هل من المعقول أن يكون معيار مساعدة الشعب أو إطعام الشعب سيد رضا يكون لديك وفق سيارة وفق ذلك وفق هذه المعطيات وفق هذه المعطيات سيد رضا، عفوا للمقاطعة، فقط في دقيقة واحدة لو سمحت، هناك دعوات دولية كما أسلفنا في الذكر لحالة التطبيع مع النظام السوري من أجل إرجاع السوريين. هنا ما هو موقف هذه الدول عندما ترى بأم عينها الوضع داخل سوريا وهي تريد التطبيع مع النظام السوري وتريد إرجاع السوريين إلى سوريا إلى وطنهم؟ كيف تصف هذه الدعوات الدولية؟ ماذا تريد هذه الدعوات الدولية؟ سيدي، قولا واحدا، من يريد التطبيع مع النظام لا يريد سوريا ولا يريد السوريين ولا مصلحة السوريين. كل دولة لها مصلحتها، كل دولة تريد إعادة العلاقات مع هذا النظام لديها مصلحة. البعض يسعى ليكون له يد في إعادة أعمار سوريا، والبعض له أهداف سياسية، والآخر لديه أهداف عسكرية. هذا حال سوريا. سوريا لا أحد يريد مصلحة الشعب، لا أحد لما كانت عليه. الحل الوحيد في سوريا هو الحل السياسي. عندما يكون الحل السياسي حقيقي ستنتهي معه جميع المشاكل وجميع الأزمات التي حصلت للسوريين. عندما يذهب هذا النظام ويأتي حقيقة نظام حقيقي يعيد المؤسسات ويعيد الدولة إلى ما كانت عليه، سيكون لدينا سوريا حقيقية وسيكون لدينا حلول حقيقية. أما غير ذلك فهي كل جميع ما طرح هو حلول وطروحات لمصالح دولية أو شخصية لبعض الدول. هذه الحقيقة والواقع الذي لدينا نحن. نعم، عبر سكايب من أنطاكيا المحلل السياسي السوري السيد رضا سطيف، شكرا
جزيلا لك.